السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحواتك؟ وحمزة عبد الأمير. راح نكمل اليوم المحاضرات الووتر تريتمنت، وصلنا شابتر 9. راح نكمل ما وصلنا له، وصلنا للزيتا بوتنشال. ما سابقا تكلمنا عن الكولايد سسبنشن والالكتريك دبل لاير مالتها، وقلنا هاي اللاير الاولى وهاي اللاير الثانيه اللي هي الديفيوجن لاير. راح نتكلم اليوم عن الزيتا بوتنشال. الزيتا بوتنشال هي البوتنشال اللي موجود بين الاكتوال شير بلين اللي هو هذا وبين البالك سوليوشن، يعني من هنا تقريبا. هذا يسموه بالزيتا بوتنشال. هاي طبعا يقيسوه بال الكتروفوريتيك ميجرمنت. هذا البوتنشال يسموه زيتا بوتنشال طبعا، وممكن ينقاس بهذا القانون. القانون هذا راح نجي اول شيء الفي نوت، واللي هي الكتروفوريتيك موبيليتي. الكتروفوريتيك موبيليتي هي عباره عن الالكتروفوريتيك فيلوسيتي على الالكتريكال فيلد. الالكتروفوريتيك فيلوسيتي طبعا هي الميجريشن مال بارتيكل، تنقاس بالمايكرومتر على السكند او بالنانومتر على السكند او مليمتر على السكند. والالكتريكال فيلد هو الفولتج على السنتيمتر، ومن نقسم هاي على هاي راح يطلع لنا الالكتروفوريتيك موبيليتي، تتراوح بين ناقص 2 الى 2 عاده. عندك الكيزت هي كونستانت لو 4 باي لو 6 باي. النيو دايناميك فيسكوسيتي وهذا مثل الزيتا هي permittivity relative to the vacuum مال water 98.54 ثابتة، و permittivity in vacuum اللي 8.8541 10^12 سي تربيع بير جول. زين، والقانون طبعا بسيط، E E نوت V نوت في K في نيو وزد. طبعا الأربعة باي نستخدمها اذا كانت الديفيوجن لاير سمول ريليتيف تو ذا كيرفيتشر مال بارتيكل. اذا كانت الديفيوجن لاير سمول نستخدم 4 باي، و6 باي اذا كانت البارتيكل سمول بالنسبه للثيكنس مال دبل لاير. يعني اذا كانت الديفيوجن لاير صغيره بالنسبه للبارتيكل نستخدم 4 باي، بس اذا كانت الثيكنس مال دبل لاير واللي هي اكيد الديفيوجن لاير بالعكس سمول نستخدم 6 باي. يعني بين قوسين خلينا نقولها، اذا بارتيكل صغيره هنا، عفوا البارتيكل كبيره في الدبل لاير صغيره، بارتيكل صغيره الدبل لاير كبيره. هنشوف مثال يقول لك ذا فاليو اوف كونستانت 4 باي نعطينا اياها، الكتريك موبيليتي نعطينا اياها، والفاليو مال زيتا بوتنشال يريدها از هيجد. شلون طلعت هيجد؟ يقول راح نجي احنا عندنا 0.5 واللي هي هاي القيمه مالتنا في الكونستانت الكي زد في هذا الرقم 0.8 في 10 0.89 في 10^3. هذا الفيسكوستي مال ماي، يعني 10^3 كنا نعطيها هنا. هذا تحويل وحدات حتى يحول من المايكرومتر للمتر. زين، وهذا حتى يحول المتر الى سنتيمتر حتى تطلع بالملي فولت. وهنا الثوابت حطينا اثنين. طبعا الزيتا بوتنشال ممكن يسووها 20 ملي فولت. اذا صارت وصلت تقريبا 20 ملي فولت معناها عندي رابيد فوكيوليشن راح يصير. طبعا الزيتا بوتنشال تختلف ويا حجم وشكل الدقائق، عدد الشحنات، عدد الدقائق المشحونه، قوه الالكتريكال فيلد، والنيتشر اوف ايون ان ذا ديفيوجن لاير. هسه الثيكنس مال ديفيوجن لاير شلون نقيسها؟ نقيسها من هذا القانون كيس ناقص واحد، يعني هذا الثيكنس مالتها. وهنا أنا correlated هذا length conversion وهذا volume conversion، هاي اثنين ثابتة. E أس اثنين هذا الـ E تربيع هذا الإلكترون charge ثابت 1.6 × 10^19 كولوم. Na Avogadro number ثابت 6.25 × 10^23. الـ I هو هذا الشيء الوحيد اللي ألاقيه منه، هو لازم الـ I واللي هو الـ Ionic strength، وهذا القانون مالته. وكو جدول هسه نشوفه، اللي هو اللي نوت عرفناه. والكي هذا مو مثل ذاك الكي، هذا بوزمان كونستانت اللي هو 1.38066 × 10^23. ينحفظوا هذا التي هي الحراره بالكلفن، الحراره مثلا 25 × 10^23. زين، هذا كليته اس ناقص مصطفى. نحب ننوه هنا شلون فكره الديفيوجن لاير تصير. طبعا عندي بارتيكل، هذا الشيماتيك مال الكتروفوريسيس وذ تشارج بارتيكل. ايش داي يصير؟ يعني عندك هنا انا بارتيكل نيجاتيفلي تشارج بارتيكل اللي تروح الى فت بوزيتيف بول، يعني منطقه كبيره بوزيتيف تشارج مثل، وهاي الدبل لاير الاولى هذه طبعا راح تجذب الها
نيجاتيف تشارج، وهي هي اصلا راحت من نيجاتيف، فهنا أنا راح يلحقها شويه بوزيتيف، والباقي راح يلحق المنطقه النيجاتيف. طبعا هاي بوزيتيف تشارج تروح للنيجاتيف بول، واللي هي النيجاتيف بارتيكل تروح للبوزيتيف بول، وهي نيجاتيف وبوزيتيف بول، وهذا هنا الديفيوجن بواسطه الديفيوجن دا يروحون. عندك الريليشن شيب اللي قلناها هسه ما تعطيني هي الاكشوال دبل لاير ثيكنس، لا، وانما هي تقول لك ايش قد ابتعدت، ايش قد ريبلسيف فورس دا تصير، يعني ايش قد ريبلسيف فورس دا تبتعد عن البارتيكل مالتنا، مو بدقه يعني دا تعطي الالكتريكال دبل لاير. طبعا ومن المهم طبعا تحديد الالكتريكال دبل لاير، ليش؟ لانه هاي كلش تعطينا معلومات عن يعني انسايت تو ذا انتو ذا بارتيكل ستابيليتي، معلومات عن الستابيليتي اللي نحتاجها بالكوجيوليشن بروسس. وانا مثل ما نعرف احنا بدنا نحكي على نيجاتيفلي تشارج، ليش؟ لانه اغلب البارتيكلز اللي موجوده بالماء هي نيجاتيفلي تشارج. ترى ناخذ في المثال هنا هذا جدول اطلع منه الايونيك سترينث، مرات ما يعطيني اياها، يعطيني الزيت موجب وسالب، وراح نطبق عليه مثال. شو يقول؟ يقول لك verify the value in table 9.3 double layer thickness، يعني concentration height solution molarity بالmonovalent والdivalent ions. أول شيء ionic strength molarity height إذا عندي molarity 0.001 شلون أحددها؟ constituents charge 1 و 2، راح ناخذ أول شيء فعل الزيت موجب واحد وسالب واحد، هنطبق هذا القانون summation الزيت تربيع بالام ونص. طبعا سماش الزد تربيع يعني الزد 1 تربيع كليته مجموع هذا زائد 2، الام ثابته بالحالتين يعني، بس الزد هي ما عندي غير اثنين، مره بالموجب مره بالسالب، فالموجب واحد وسالب واحد تصير، راح نطلع من عندها البوينت 001. هاي فعلت منطقه الجدول، وهنا أنا نفس الشيء بس فعلت موجب 2 سالب 2، وهسه راح نطلع الثكنس كيوس ناقص 1 هذا 10 اس 10 انجلس روم بير متر، نطبق نعوض فقط، كل الشيء الوحيد اللي نعوضه هو هذا الايونيك سترينث، باقي كله ثوابت 25 درجه سيليزيه ما ذكرها بس 25 درجه سيليزيه، ونطبقها ايضا في حاله الزد موجب 2 سالب 2. هذا المونوفالنت اللي هو موجب 2 سالب 2 والدايف، لا عفوا موجب 1 سالب 1، والدايفالنت هو موجب 2 سالب 2، وها هي ما بيفتش يعني.